السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير يبارك فيكم وفق الله وياكم ويحب يرضى. اما بعد، احمد نفيد يعني بمر، هو جاني سؤال بالخاص ولكن ودنا نفيد بالعام. انا جاوبت الرجال ولكن هم بيفيدكم انتم اللي تجهلون الشيء هذا، عسى الله ينفع ما نقول. يسألني اخوي الغالي يقول لي عندي طير صاقي لنا قبل 2، والطير يعني لا مديت يدي عليه يصيح، يد اليمين يصيح، هابي منه كلمة هذا يصيح 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 يعني صياحة مو. فهذا ممكن يعني كانت له من عندها العلف، ولا معنى طير يعني حر مو جير، ولا ولكن الطيور كلها تخرب إذا كان تعامل سيء، تخرب ما في كلام. لو أنها أركض طيور إذا كان التعامل سيء تكرمون ما تلقى إلا الطبع السيء، أسأل الله السلامة من ذلك. المهم لا مديده اليمين، طبعا توم طلع من مربطه، رجال توم طلع من مربط عنده رابطه، واموره كلها زينه وصنيع الطير ما في اي شيء ولا مشكله، ولكن عنده الخلل هذا. قلت له الحين لا علفت الطير تقطع، قص لك يعني كم الحمه على جنب خلهم، وهو يعلف تاخذ من عندهم تعلفه بيدك اليمين اللي شنو يصح من عندها لا شافها. باذن الله كم يوم، ما أقولك تروح أنا، ولكن شنو الوضع؟ تخف الصيحة ويعتاد الطير إن هذه اللي كانت أول تضره الحين تنفعه. ترى التعامل مع الطير يعني كثر ما تقدر تتعامل معاه سبحان الله وحمده تفهم الطير. والله بس تعامل مع الطير بركادة وعامل المعاملات هذه بذل ما ترى معينه يضبط. أنا أقولك إياها ثقة بالله الذي لا إله إلا هو، أنا عاملت الطير هالشكل وريت إن هذا اليد ما تضر. اللي يصيح من عندها تعطيه علف فيها شرط بإذن الله إلا تروح الصيحة هذه بإذن الله. ولكن ممكن تبي وقت على حسب الطير، عادة أنا ما أقول لك يعني على حسب الطير، ولكن اعتادوا على الشيء هذا وعودوا على الأمر اللي قلته. يعني الحين نقول توطع المربط لا دعيته، هم لا دعينا يعني أخذ من اللحم وأحط بيدي يخليه علف من يدي يعني بيدي اليمين، يعني شلون اخذ؟ يعني اقطع القطعه واحطها شكل راح يعرف من عندها، ولامس خلصت امسح على منسره واخليه ياكل اللي بيدي اليمين، هو اليسار طبعا يكون ادس فيها، انا كلها باليمين. فسبحان الله يقوم باعتياد ان هذه ما تضره ويروح باذن الله طبعا هذا من عنده، ولكن ممكن على حسب الطير وحسب مقابلك وحسب يعني عنايتك بالطير راح يضبط باذن الله. عسى الله يوفقنا وياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.